أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام قصفت مناطق في أطراف بلدة عين ترما وفي حي جوبر بأطراف العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. وأضاف المرصد السوري أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إنه ولكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحل يتضمن جزئين، الأول هو حل سياسي والآخر يتمثل في خروج إيران وتركيا. وأضاف الشيخ عبد الله أنه في حال استمرت إيران وتركيا بالأسلوب ذاته والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في القضايا العربية سيستمر هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك. قتل 27 فردا من داعش بينهم 7 قناصين على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة آخر معقل للتنظيم في سوريا بحسب ما صرحت به مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن حي الرقة القديم يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش منذ يوم الثلاثاء. قال قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت إن القوات تواصل تقدمها باتجاه مركز ناحية العياضية آخر معاقل داعش شمال تل عفر من 3 محاور وحررت 50% من مساحة الناحية. وأضاف أن الشرطة الاتحادية تنشر الأسلحة والقناصين على مرتفعات ساسان والمباني وتكثف قصفها الصاروخي على مقر التنظيم. أكدت كوريا الشمالية إطلاقها صاروخاً باليستياً من طراز هاوسونغ 12 فوق أراضي اليابان بإشراف شخصي من قبل الرئيس كيم جونغ أون. من جانبه أعلن كيم جونغ أون أن هذه التجربة الصاروخية تعد بمثابة جزء من حرب حقيقية وتمثل الخطوة الأولى للعملية العسكرية للجيش الكوري الشمالي في المحيط الهادئ ومقدمة هامة لردع قاعدة غوام. كما دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ودعا المجلس بيونغ يانغ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوتر. وطلب بيان صدر من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. نهاية الموجز إلى اللقاء.